السلام عليكم الاخوان، نعتذر عن قساوه المشهد، حيت اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الاثمنه اللي خياليه من الشركه ديال شاومي بليزارتيكل ديالها كاملين دو ا ا زد عند شركه الكترو وان. خويا النمبر وان فين كنتي غادر اخويا؟ وكنا مسافرين اخويا الكترو وان، كنا مسافرين وبالصحه والراحه اخويا. واتاك السفر؟ السفر نادي اللهم بارك، ضروري بنادم يسافر. مزيان مزيان، سافرنا وخلينا التيران الشناقه. خليت الشناقه محيحين، الشناقه كيدقوا علينا محيحين. كيقول لك واحد المثل، حين تغيب الاسود تزأر الكلاب ظنا منها انها اسودا، تبقى الكلاب كلابا والاسود اسودا. يلا برعنا اخويا النمبر وان. شنو عندنا؟ لاكام ديال التيسي ديال شاومي من 32 بوس حتى 86 بوس دو ا ا زد، احسن ثمن عند الكترو وان. احسن ثمن شنو فيها اخويا؟ 32 بوس، كاين 43 50 55 65 75 86 كلشي كاين. اول حاجه بعد المسابقه، مسابقه للفائزين هادو بالنسبه لهذه المسابقه، وضح لينا اخويا النمبر وان. المسابقه اللي تقدى عندنا، هادو الزبائن اللي غيتقداو عندنا، الزبائن اللي غيتقداو عندنا غادي يشاركوا في الطومبوله. السحب ديالها ان شاء الله غادي يكون في لو 15 10 اربعه ديال الفائزين. اربعه ديال الفائزين، الاول غير بحال الباف صغيور، الثاني غير بهذا، والثالث غير اسبيراتور، والرابع يربح اير فراير. اللهم بارك، كلهم من شركه شاومي. برأتي لي الزبائن. ضروري 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 اي واحد تقدى عندنا كيشارك في القنبوله. في القنبوله ولا الطنبوله؟ القنبوله. قنبوله الموسم. قنبوله الموسم. قنبوله الموسم هي الشركه ديال شاومي، دايره اثمنه جديده بان جام جديده. 32 احسن الاثمنه. اللي هي زائد عام ديال الشركه بي تي بو سيبورا، وكنديروا فيديو ما كنمسحوش، الفيديو كيبقى. حيتاش فيديو حقيقي. فيديو حقيقي. والسلعه كنصوروا بها عندنا وكتبقى عندنا. وكتبقى عندنا، ما كنصوروش بها ونحولها لمحل اخر ونصوروا بها. شنو عندنا اخويا؟ 32 بوس شحال شنو الثمن؟ 1500 درهم. في عام ديال الشركه بي تي بو سيبورا 1500 درهم. ثمن ممتاز صراحه، شركه شاومي عندها احسن سيرفيس ابريفون، احسن كاليتي حاليا في السوق. وعندك عام ديال الضمان ضروري، عام ديال الضمان من شركه شاومي ضروري. وعندنا حتى 43 اخويا النمبر 1. 43 96 سنتيم على 54 فقط 3050 درهم. 3050 مع السيبورا. مع السيبورا والبي تي. شنو المميزات اللي في هاد الابرو سيري؟ 4K الترا اتش دي، فيها 16 جيجا في ستوكاج، 2 جيجا في الرام، فيها ريسيبتور انتيغري بالنسبه للستاتيك تي ان تي، فيها 3 لي بور ديال اتش دي مي، 2 ديال يو اس بي بلاص ار جي 45 بلاص هوم سينما بلاص الاف بي، كلشي كاين. تبارك الله تبارك الله. اذا تيليكوموند بلوتوث، تيليكوموند 360 درجه. كاش حتى 20 متر كاش دات ليكوم، يعني كاع المميزات اللي في التلفاز داك الشيء. داكشي اللي كاين في التليفون يبان في التلفاز، كلشي الغابر. 50 بوس الغابر، 4K الترا اتش دي، متر 11 على 64، جوجل تي في كاملين هذو، كاملين ديال الشيم جوجل تي في الابرو، 24 واط سبيكر، كتبقى فقط 3600 درهم ماشي بوحده. عامل الشركه بي تي بو سيبورا. فين غادي دابا خويا الكتروان؟ فين غنمشيو خويا دابا؟ 55 الموديل الجديد ديال الموديل الجديد 2025 الاسيري، سابقين الحدث. سابقين الحدث. اذا هذه كاع المميزات حتى هي اخويا، كتميز دولبي اوديو، دولبي فيزيون، دولبي اتموس، كلشي كلشي. هذه غندير لها 4000 درهم. ثمن رائع بالنسبه لهذا البوس صراحه، 55 بوس ب 4000 درهم كتبقى احسن تلفاز حاليا في السوق. فيها لي بي تي بوس سيبورا ب 4000 درهم. وبانت لي عندك اخويا حتى ال 65، هذه غابر، هذه كلشي كيقلب عليها. 65 غابر الابرو، الغابر الغابر ديال الغابر. 5550 فيها مترو 44 الى 82، حتى هي فيها 24 ولت سبيكر، فيها ريسيبتور انتيغري، كلشي. في الكوموند بلوتوث 5550 درهم. ثمن ممتاز. وبانت لي عندك حتى لا جام ديال الكيلاد. لا جام الكيلاد كامله حتى هي 43 55 و 65. الغابر الغابر كي دو كي دو، محبوبه الجماهير، محبوبه الجماهير بالنسبه للناس ديال لي جو، واللي كيحتاجوا جوده في الصوره. كتبقى تلفاز ديال 65 كيو 2، التلفاز اللي كتهضر معاه كتقول له نقص الصوت، كتنقص الصوت هذا الميكرو حدا البوطونه ملي كتشعلها. نبداو ب 43، شحال غنديروا؟ 43 كيو اخوان 3450، 3450 فيها جميع لي زوبسيون، وال 55 ديالها الكيو ليد كتبقى ب 4700 درهم. 4700 درهم اي واحد 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 سميتو بالنسبه لك داروهم كيتشابهوا الاخوان، عندكم شي واحد يتقولب داروا مشاو غادي تمشي عند شي واحد يعطيك الابرو في بلاصه الاسيري باش تعرفوا. راه داروا الكيلاد كتكون فيها كزومي تي في ابرو، كتكون مكتوبه فيها كاكيلاد، وبالنسبه للاخرى راه اسيري، يعني كتعني الترا اتش دي. راه كاين شي واحد اللهم بالنسبه لهذه الاسيري، ها هي الاسيري وهذه فيها الابرو. بالنسبه للكيلاد الاخوان راه فيها الابرو، ها هي الابرو الكيولي. وبالنسبه ل 65 شمن ثمن غادي نديروا لها 55 اخويا النمبر 1؟ نعم، ال 55 وال 65 شمن ثمن؟ 55 4700 درهم كان في تي بوس الكره. وال 65؟ 65 فقط هذوك كيبيعوها ب 5000 7600 باش كيبيعوها 7500.
اذا شحال غندير دابا دابا شنا قادر لها 7500 اخر ثمن كيبقى 7500 عند الكترون فقط 7300 درهم زائد عند الاشتراك بي تي بوست سيبوره ثمن ممتاز اه هو كنتفرج الفيديوهات درنا 7300 كتبقى 7300 بنتي ليه جبتي التروتينات بكميه آه. متوفره الحمد لله التروتينات راه كاع التروتينات ديال السوق جمعناها والله يعطيك الصحه هذه غندير لها واحد الفيديو حتى هي راه كاين التروتينات دابا هذه تمشي للديب هذو بعض القطع اللي متوفرين عندنا حاليا الان في المحل ومازال ان شاء الله غادي نعاودو نديرو لها فيديو معالجه ديالها اش من ثمن غادي تكون عندنا خويا التروتينات هذه احسن ثمن هذه الثمن ما غاديش نقولوا هذا هذا بالنسبه للزبائن اللي مهتمين يجيو لعندنا ثمن فيها الثمن مخير مخير ثمن مخير التروتينات غيكون احسن ثمن احسن ثمن تبارك الله عليك اخويا نمبر 1 وبانت لي عندك هنايا العمالقه العمالقه ديال التلفاز اخويا 75 كيلو حتى هي اول مره غادي تكون ثمن جد 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 منافس 2025 موديل 2025 فيها 167 على 98 التلفازه كدوي على راسها بلا ما نقولوا لي زوبسيون لا ما نقولوا جوجل تي في فيها جميع لي زوبسيون كيوليد دولبي اوديو كامل داكشي موسم تمود الحركه البطيئه الاخوان كروم كاست داكشي ناضي اللهم بارك الثمن الثمن اللي كيهم المتابعين ديالنا الثمن كتبقى فقط 9800 درهم الثمن ديال الصدمه هذا اه الثمن ديال 9800 درهم ماشي بوحده مع عام ديال الاشتراك بي تي في والسيفوره والجهاز العملاق 86 او ما 86 86 كيبيعوها ب 15600 كاين اللي كيبيعوها ب 15700 عند الكترون فقط 15300 درهم دابا 86 جمع ديال 86 اه الجامع جمعتي لي بحب وتبن حب وتبن 86 15300 وما كنمسحوش الفيديوهات وبالنسبه للاير فراير حتى هي متوفره عندنا والروبو ديال الاو 5 حتى هو كتبسي وحده ديال الزبائن وحده بحال الزبائن وحده ضروري وبالنسبه للاو 5 اش من ثمن جديد اللي كاين فيها دابا حاليا 899 900 درهم ثمن ممتاز صراحه ثمن ممتاز 900 درهم 900 درهم وتبارك الله لك اخويا نمبر 1 وبالنسبه لا كونتيتي راه متوفره عندنا متوفره لا كونتيتي يجي يقضي غرض مرحبا وبالنسبه للزبائن اللي كيبغيو الجمله مرحبا بكم حتى الجمله الاخوان الحمد لله الكونتيتي متوفره عند الكترو 1 هذه ال 55 الاسيري 43 الكيولاد كاين ال 55 الاسيري 43 الكيولاد ال 75 الكيولاد وهذه ال 55 الكيولاد هي متوفره عندنا زيد زيد اخويا بالنسبه ل 65 اخويا نمبر 1 65 كاينه 65 كاينه 65 الابرو واللي حداها ال 65 الكيولاد كاينه 65 الكيولاد الكيدو هي 65 الكيولاد كامله الكيدو هي اذا الحمد لله الكميه متوفره بالنسبه للزبائن اللي كيبغيو الجمله مرحبا بكم وبالنسبه للتوصيل راه كنديروه في جميع انحاء المملكه المغربيه ما عليكم الا تتواصلوا مع خويا نمبر 1 في الارقام اللي غادي نخليو لكم في الفيديو ومرحبا بكم توصيف كيفاش اخويا نمبر 1 توصيل جميع المدن المغربيه فيما كنت في المملكه توصلك امان حتى لباب دارك فيما كنت في المغرب جميع المدن المغربيه بدون استثناء بدون استثناء والله ما صدقتش نتنجر القويره كنشكر كاع الناس اللي دايرين فينا الثقه من جميع المدن المغربيه شكرا بزاف على الدعم ديالكم وتحيه للناس اللي كيحبونا وكيبغونا من جميع المغرب الناس اللي كنتعاملوا معاهم المغرب كامل تبارك الله عليك اخويا نمبر 1 تحيه من عندك اخويا خاصه وضروري ضروري يلا امسيه سعيده يلا طلعوا فراسكم الاخوان ما تنساش تشترك في القناه باش ديما يوصلك الجديد تبارك الله عليكم